الحضور الكرام في شتى الأقطار والأمصار، مع حفظ الألقاب والمقامات، نعود إليكم لنجدد بكم الترحيب في برنامج محاضرات أسبوع البحث العلمي في عصر التحول الرقمي، ونستقبل معكم سعادة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان ليقدم أولى محاضرات الأسبوع العلمي موسومة بعنوان واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. حضورنا الكرام، نبدأ على بركة الله أولى المحاضرات لأسبوعنا العلمي التي سيقدمه سعادة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، وهذه نبذة مختصرة عنه. الأستاذ الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي العدوان متحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العربية عام 1982 من جامعة ميتشيغان آن أربر بالولايات المتحدة الأمريكية، وله خبرات ما قبل الدكتوراه حيث شغل وظيفة باحث مساعد في جامعة ميتشيغان عام 1979 وشغلها حتى عام 1982، ثم شغل وظيفة مساعد باحث في الجامعة نفسها للمدة ما بين 1977 حتى عام 1987، كما شغل الوظيفة نفسها في جامعة ميتشيغان الغربية لمدة عام واحد من عام 1975 حتى عام 1976. للأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان خبرات إدارية واسعة لما بعد الدكتوراه، حيث تقلد مناصب إدارية مهمة منها أمين عام اتحاد الجامعات العربية للمدة ما بين 2011 حتى عام 2018، وقد سبقها خبرة أخرى في رئاسة جامعة اليرموك في المدة ما بين 2009 حتى 2011، وغيرها من المناصب الإدارية المهمة. كما فاز بجوائز علمية كثيرة، منها الجائزة التقديرية للمؤتمر الأمريكي للدراسات المتقدمة لعام 2005، والشهادة الفخرية من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا لعام 2018، وجائزة ألكسندر فون هومبليت الألمانية الشهيرة، وقد فاز بها في عام 2018، وزميل الجمعية الأمريكية البريطانية في الكيمياء لعام 2011، إضافة إلى العديد من الجوائز العلمية التي قارب عددها من 20 جائزة علمية. في هذا المقام ندعو سعادة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان قامة علمية وضيف شرفي هذا الأسبوع، تفضلوا وكلنا اهتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتورة ابتسام على هذا التقدير الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، زملائي وزميلاتي الأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، دكتور سيف السويدي رئيس منصة أريد الدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لي أن أكون معكم هذا اليوم وفي هذا المساء في الأسبوع البحث العلمي في عصر التحول الرقمي، وسوف أتناول واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. نحن الآن في القرن 21، ولكن عندما ننظر إلى التعليم العالي في الدول العربية نجده حديثاً مقارنة مع الدول الغربية أو دول جنوب شرق آسيا. ففي العقود الماضية كان معظم الطلاب العرب يدرسون في بعض الجامعات القليلة المنتشرة في العالم العربي، وسوف أرجع إلى هذه الجامعات القليلة بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية مثل تركيا والهند والباكستان وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نجد أن التعليم العالي له جذور في تاريخ مجتمعات الشرق الأوسط العربي، فبعد القرن السابع الميلادي
وانتشار الإسلام في العالم العربي أصبحت المدارس الدينية المحلية المعروفة باسم مدرسة هي المؤسسات الرئيسية للتعليم العالي في الشرق الأوسط، وقد عملوا على تأسيس ونشر المعايير التعليمية التي لا يزال تطبيقها قائماً في الوقت الحاضر، كالفصل بين برامج الماجستير والدكتوراه والتثبيت وحماية الحرية الأكاديمية. إن هذه المدارس الدينية مثل الزيتونة في تونس التي أنشأت عام 734 ميلادي، والقرويين في فاس التي أنشأت 859 ميلادي، والأزهر الشريف في القاهرة أنشأت سنة 970 ميلادي، والمستنصرية في العراق 984 ميلادي، وجامعة الكوفة، والجامعات الإسلامية في بلاد الأندلس مثل جامعات قرطبة وغرناطة وسالونو والتي ازدهرت خلال القرنين التاسع والعشر الميلادي. وهناك كان الكثير من المراكز العلمية وخاصة الأكاديميات، ومن أشهر بيت الحكمة في بغداد حيث ازدهرت حتى القرن السادس عشر ميلادي في العلوم المختلفة مثل الفلك والفيزياء والرياضيات والطب والكيمياء والجغرافيا. هذه الجامعات الإسلامية القديمة هي أوائل الجامعات العالمية، ومعظم تلك الجامعات كانت تمول من خلال الوقف الإسلامي. والعلم فإن أول جامعة غربية أوروبية انشئت في إيطاليا اللي هي جامعة بولونيا سنة 1088 ميلادي، أي بعد أربعة قرون من إنشاء جامعة الزيتونة، أو بعد قرنين من إنشاء جامعة القرويين. لو ننظر نظرة عامة إلى الوطن العربي نجد أن سكان الوطن العربي يزيد على 400 مليون نسمة، 60% من هؤلاء عمارهم أقل من 25 سنة، و30% منهم أقل من 15 سنة. فالوطن العربي هو شباب مقارنة مع العالم الغربي. هذا النمو السكاني الكبير يفرض علينا خلق 50 مليون وظيفة في عام 2030 ميلادي، وذلك حسب البنك الدولي. البطالة في الوطن العربي حوالي 20%، وبينما بين الجامعيين الشباب تزيد عن 30%. ارتفع عدد الطلبة الذين يدرسون في الجامعات العربية في عام 96 كان حوالي 3 ملايين طالب وطالبة، في عام 2021 هذا العام وصل هذا الرقم إلى حوالي 20 مليون طالب وطالبة في جامعاتنا العربية. في العالم الآن هناك حوالي 35 ألف جامعة عالمية لسبعة مليارات نسمة. نجد أن في العالم العربي حوالي 1200 جامعة بين الجامعة الحكومية وجامعة أهلية، وهناك حوالي 250 ألف عضو تدريس في العالم العربي، ربحهم حوالي 25% من الإناث. التعليم العالي في الوطن العربي يواجه الكثير من المشاكل والتحديات الكبرى، مثل عدم وضوح الأولويات واستراتيجيات البحث العلمي، وعدم كفاية الوقت، وضعف التمويل، وقلة الوعي بأهمية البحث العلمي الجيد، وقلة فرص الشبكات وقواعد البيانات، بالإضافة إلى محدودية التعاون الدولي. وهناك معضلة كبيرة ألا وهي هجرة الأدمغة العربية إلى بلاد الغرب، وهنا نركز على هذه النقاط. ننظر إلى ضمان الجودة والاعتماد، يعني كيف واقع الحال في جامعاتنا العربية، وكيف ننظر إلى خريجينا في الجامعات العربية. نجد أن العولمة والتنافسية والتوسع السريع للقطاع الخاص في التعليم حتم علينا اتخاذ عدة إجراءات، ومنها إنشاء أطر وطنية لضمان الجودة وتطوير المتوفر منها حالياً
من أجل ضمان نوعية التعليم ومراقبة مخرجاته، تطوير وتعزيز ومراجعة أنظمة جودة الإدارة الداخلية، تشجيع إنشاء شبكات ضمان الجودة الإقليمية لتعزيز ضمان الجودة للتعليم العالي في المنطقة. وهنا يجب أن أنوه إلى إنشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في اتحاد الجامعات الدولي، وأتشرف أن أكون رئيساً لهذا المجلس الذي أخذ مقراً له الآن من إسطنبول، ويضم في عضوية هذا المجلس ثلة من أصحاب الكفاءات والاختصاصات العلمية من مختلف الدول العربية ودول المنطقة. البحث العلمي في الجامعات العربية أكاديمي، ومن أهم دوافعه مثل ما قال معالي الدكتور محمد عبيدات قبل دقائق هو دوافع الترقية، ومن ثم الاستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة، ولا نجد إلا نسبة ضئيلة جداً للرغبة في زيادة المعرفة العلمية، وهذا يظهر بأن الصلة ضعيفة جداً أو مفقودة بين خطط البحث العلمي في الجامعات ومتطلبات التنمية في المجالات المختلفة. وفي هذا إغفال تام للدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات بمرافقها ومؤسساتها البحثية وعناصرها البشرية المؤهلة في دفع مسيرة التقدم في بلدان الوطن العربي. فالبحث العلمي في الجامعات العربية منعزل تماماً عن الوحدات الإنتاجية والقطاع الخاص، مما أدى إلى حرمان الباحث العربي من الدعم المادي الذي كان من الممكن أن يقدمه هذا القطاع. وبذلك فإن الباحث العربي يعتمد على ما يخصص له في موازنة جامعته أو معهده، وهو ضئيل جداً خاصة إذا مقورن بما هو مخصص لنفس الغرض في جامعات الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول النامية. الباحث العربي في الجامعات العربية يعمل بشكل منعزل تماماً، حتى في بعض الأحيان عن زملائه في داخل القسم والكلية. أضف ذلك إلى غياب التعاون والتنسيق ما بين الجامعات العربية ما بين بعضها البعض، فضلاً على افتقار المكتبات في الجامعات العربية للعديد من المراجع وحرمان الباحث من مصدر مهم للمعلومات. يعتبر البحث العلمي في الجامعات هو نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون 80% من العاملين في حقل البحث العلمي في معظم الدول العربية. ويعتبر البحث العلمي المدخل الطبيعي لتنمية المجتمع والسبيل إلى اختيار أنسب الطرق إلى المستوى الحضاري المتقدم، مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي بالجامعات ووضع خطط البحوث العلمية في كل جامعة في ضوء المشكلات التي ترد من قطاعات ومؤسسات الإنتاج والمجتمع المحلي. ومن أهم ملامح هيكل دعم البحث العلمي في الوطن العربي، أولاً هي الدولة، وهي المصدر الأساسي في دعم البحث العلمي، وهي المصدر الكبير في الكثير منها. فهناك دعم داخلي من خلال الجامعات ومعاهد البحوث إن وجدت، أو في مراكز مستقلة تابعة لوزارات الدولة، وهناك دعم خارجي عن طريق جهات ومؤسسات مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو والجهات الدائمة للبحث العلمي الأخرى. الناظر إلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي نجد أنه يتخلف كثيراً عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، ويتخلف كثيراً عاماً بعد عام. فنجد ما يصرف على البحث العلمي يتراوح في أغلب الدول العربية بين 0.2% إلى 0.8% من ناتج الدخل القومي الـ GDP
بينما يتراوح ما بين 4-6% في الدول الصناعية والمتقدمة. عدد الباحثين العرب لكل مليون نسمة، هناك حوالي 500 باحث في الدول العربية، بينما هذا الرقم يصل إلى 6,000 أو إلى 7,000 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة. شركة سامسونج الكورية يوجد فيها باحثين بقدر عدد الباحثين في الدول العربية، والكل يعرف عن تقدم الشركات الصناعية العالمية. في دراسة نشرت منظمة اليونسكو حول واقع البحث العلمي في العالم العربي، يتبين منها بعض الأرقام التالية: ينفق العالم العربي 0.2% من الإنفاق العالمي، 0.2%، بينما عدد سكان الوطن العربي يشكل 6% من سكان المعمورة. تنفق إسرائيل 0.8%، أي تقريبا 4 أضعاف ما ينفقه العالم العربي من الإنفاق العالمي. زاد إنفاق الصين خلال السنوات الماضية إلى حوالي 10% من الإنفاق العالمي، وتجاوز لأول مرة ما تنفقه ألمانيا وبريطانيا، بينما تنفق الولايات المتحدة الأمريكية ما يجد على 35% من الإنفاق العالمي. هذا الإنفاق للدول الغربية والدول الصناعية يأتي من القطاع الخاص وليس من قطاع الحكومة. القطاع الخاص يستثمر في البحث العلمي، والمردود السنوي للبحث العلمي في هذه الدول الصناعية المتقدمة له دور كبير جداً في نمو الاقتصاد العالمي الغربي. نسبة مساهمة العلماء العرب والباحثين في الوطن العربي من النشر العلمي لا تتجاوز 0.5%، يعني 5/5، يعني 0.5% من النشر البحث العلمي العالمي. عدد الباحثين العرب تكلمنا عنه. في هناك أرقام وحقائق عن واقع البحث العلمي في العالم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق حوالي 35%، الصين تنفق حوالي 10%، إسرائيل تنفق 4 أضعاف ما ينفقه العالم العربي على البحث العلمي، بينما نجد دخل الفرد في العالم أعلى ما يمكن نجده في الدول العربية. لذلك فلوس موجودة، ولكن أين تصرف؟ الأبحاث المنشورة العربية بين عامي 2014 إلى عام 2016 نجد أن مصر تحتل المرتبة الأولى، حيث تنشر 36% من الأبحاث العلمية في الوطن العربي، يقدر حوالي 50,000 بحث. السعودية تأتي في المرتبة الثانية حوالي 40,000 بحث وشكل 31%، بينما الأردن تحتل المرتبة الثالثة وتنشر حوالي 8,000 بحث في عامي 14 إلى 16، ونجد المغرب المملكة المغربية تكون في المرتبة الرابعة بعد الأردن. برعات الاختراع العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على بقية أقطار العالم، فعندها خلال من 63 إلى 2007، يعني حوالي 40 سنة، عندها حوالي 3.5 مليون براءة اختراع. بريطانيا عندها حوالي 126,000 براءة اختراع، بينما اليابان الدول الصناعية المتقدمة في شرق آسيا عندها حوالي 3/4 المليون في براءة الاختراع. إسرائيل عندها 15,000 براءة اختراع خلال هذه الأعوام، بينما الدول العربية الأرقام متواضعة جدا. وبنظرة تحليلية بسيطة لواقع تمويل البحث العلمي في الوطن العربي، نجد أن نسبة الإنفاق وكما ذكرت سابقا لا يتجاوز 0.8% من الدخل القومي.
وقلنا أن هذه الدول الصناعية تنفق من 4 إلى 6% من الإنتاج العلمي. تشير بعض الدراسات الغربية على أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى 50,000 بحث، وعندما يكون هناك حوالي 250,000 عضو تدريس فإن فقط 0.2 بحث لكل عضو تدريس، يعني كل 5 أعضاء تدريس ينشرون بحثاً واحداً، بينما هذا الرقم يصل إلى بحثين لكل باحث غربي. هذا الوضع المؤسف لا يبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل الوطن العربي، فبالإضافة إلى ضعف إنتاجية الباحثين العرب فإن معظم البحوث العربية المنشورة هي بحوث غير علمية وغير تطبيقية وتعتمد الملاحظة المباشرة والتجربة، وبشكل أساسي هي بحوث إنسانية اجتماعية أدبية. وقسم كبير من هذه البحوث العربية المنشورة باستثناء بحوث العلوم الإنسانية تنشر بالاشتراك مع باحثين أجانب. نقول ما هي المعوقات والمشكلات البحث العلمي في الوطن العربي؟ أولها هي غياب السياسات والاستراتيجيات والأهداف والأولويات. اثنين، قلة وجود الإمكانيات البحثية، عدم توفر الوقت اللازم للبحث العلمي، وعدم وجود جهات ممولة، علماً أن كثير من الدول العربية غنية بثرواتها الاقتصادية، واعتماد الباحثين بشكل كبير على التمويل الحكومي وليس القطاع الخاص، عدم الاستفادة أو عدم استفادة المجتمع من الأبحاث العلمية. وهنا أقول الافتقار إلى التنسيق والتعاون المثمر والحقيقي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية المختلفة، عدم وجود التقدير اللازم والوعي الكافي من المجتمع بأهمية البحث العلمي وقدرته على حل المشكلات التطبيقية، عدم وجود الارتباط الكبير بين البحث العلمي ومشكلات المجتمع، حيث أن كثير من المشاريع البحثية تفتقر إلى القيمة التطبيقية، عدم وجود احتكاك علمي دولي كافي، محاكاة الأبحاث العلمية تساوي التقدير والرواتب المالية والحوافز بين أفراد الدرجة الوظيفية الواحدة على الرغم من اختلاف كفاءاتهم العلمية، وهذا ليس موجوداً في الغرب. ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة في الوطن العربي واعتماد غالبيتها على شراء المعرفة من الخارج، غياب المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث وتمويلها بهدف تحويلها إلى مشاريع إنتاجية أو اقتصادية مربحة. تحدثنا عن ضعف التمويل غير الحكومي للبحث العلمي بسبب قلة الترابط بين المنتجين للبحث العلمي والمستفيدين منه، بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة. وهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة جداً، ألا وهي هجرة الأدمغة العربية، هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية المعول عليها في التخطيط للتنمية وإجراء البحوث العلمية والعمل على تطبيق نتائجها. فهناك أكثر من 35% من مجموع الكفاءات العربية في مختلف الميادين تعيش في بلاد المهجر، في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو نيوزيلندا. تقرير من الأمم المتحدة التنمية البشرية يقول أن أكثر من 1,000,000 خبير واختصاصي عربي يعمل في الدول الغربية، 1,000,000، تخيلوا هذا العدد 1,000,000 لو بقي في وطن العربي لعمل الأشياء الكثيرة جدا. عدد حملة الشهادات من هؤلاء الناس حوالي 500,000 شخص عربي. 20% من الحائزين على مستوى فوق البكالوريوس الماجستير والدكتوراه موجودون في أوروبا وأمريكا.
54% من الطلبة العرب الذين يدرسون في بلاد الغرب لا توجد عندهم النية للعودة إلى أوطانهم العربية. لماذا؟ وما هي الأسباب وراء ذلك؟ من هذه الأسباب التوجه نحو التطور التقني والطلب المتزايد على الخبرات البشرية تأهيلاً عالمياً، وجود نوع من التبعية العلمية والثقافية، تأخر الدول النامية عن مواكبة التطور والركب الحضاري، رغبة الكفاءات العلمية في التحرر من القيود والإجراءات المكبلة لحركة في اكتساب المهارات والخبرات العلمية، انخفاض مستوى المعيشة في معظم الدول العربية بالنظر إلى مستوى الدخل الفردي وخاصة لدى الفئات العلمية والثقافية في العالم العربي، يعني وجود إغراءات مالية لدى الكفاءات العلمية والبحثية لا توفر في أوطان. قبل 3 أيام عدت من ألمانيا وجدت أنه عشرات الآلاف من الأطباء الذين يمارسون الطب في ألمانيا هم من الدول العربية. 34% من الأطباء الذين يمارسون الحق الطبي في بريطانيا هم من أصل عربي أو أصل مسلم. عدم وجود الاستقرار السياسي في كثير من الدول العربية. نتساءل أين العلماء من العراق ومن سوريا ومن ليبيا ومن اليمن؟ الأوضاع السياسية المؤلمة التي حدثت في الدول العربية وعدم وجود الاستقرار السياسي، الكثير من علمانا وخاصة الصنف الأول المتميز هاجروا إلى بلاد الغرب. عدم وجود الحرية الأكاديمية في بعض الدول العربية وعدم وجود العدالة الاجتماعية في بعض الدول العربية. فقر البنى التحتية، المناخ العلمي الملائم والمشجع للبحث العلمي. ونظرنا إلى العالم المصري الكيميائي رحمة الله عليه أحمد زويل الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 99، لو بقي في جامعة الإسكندرية هل يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء؟ فالبنية التحتية لها دور كبير جدا بهذا الأمر. وعليه فأنا نرى أن الحلول الأكثر وضوحا هي زيادة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي وتحديد أولويات للبحوث ذات الأهمية ووضع أهداف استراتيجية وخطط عمل قابلة للتنفيذ وإنشاء قواعد بيانات كافية وشبكات ربط ذات قدرات عالية، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في البحث العلمي، وأخيراً استفادة من العلماء العرب في المهجر في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وعودتهم إلى أوطانهم. وهذا حلم يراود الكثير من العلماء العرب والمسلمين، أن يرجعوا إلى أوطانهم وأن توفر لهم البنية التحتية وأن توفر لهم الإمكانيات المادية. لذلك البحث العلمي ليس هو ترف، وإنما هو شيء طبيعي يجب أن يتوفر في أوطان العربية حتى نصل إلى في نهاية المطاف إلى ما تصبو عليه شعوبنا العربية. وأتمنى لهذا المؤتمر مرة ثانية كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد ننهض بعلمائنا.